حضراتكم أخبار الثانوية العامة من أكثر الأخبار اللي بيتابعها المصريين اليومين دول، خصوصا الطلاب وأولياء الأمور اللي عندهم أبناء بتمتحن. النهاردة بيواصل طلاب الصف الثاني الثانوي أداء امتحاناتهم. الشعبة العلمية عندهم امتحان الأحياء، والشعبة الأدبية عندهم مادة الفلسفة والمنطق. كمان في طلاب محافظات أدوا الامتحان، وفي محافظات تانية لسه مستمرة في أداء الامتحان. طبعا ده بسبب فروق التوقيتات اللي عملتها وزارة التعليم علشان الضغط على السيستم. طيب، في سؤال مهم جدا بيسأله كتير من أولياء الأمور اليومين دول، وهو هل الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بروفا، الامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية؟ ده سؤال مهم جدا طبعا، علشان كده أجابت عنه الوزارة النهاردة في منشور ليها وبيان عاجل، ووضحت فيه عدد من النقاط اللي لازم نعرفها ونسمعها كويس ونشوف هي قالت إيه. قالت امتحانات أولى وتانية ثانوي هتكون مختلفة عن امتحانات الثانوية العامة لعدد من الأسباب، وقالت صراحة إنها مش بروفا، وأشارت لعدد من النقاط. ليه مش بروفا؟ رقم واحد، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين. رقم اتنين، قالت كمان لأنه هيتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية كتير وحلول تقنية مختلفة تماما، ودي بتستخدم فيها فقط في الثانوية العامة هذه الأساليب. الوزارة مش هتعلن عنها دلوقتي لأسباب كتير بحسب بيانها. رقم ثلاثة، لأن تصميم الحلول التقنية في الثانوية العامة يتضمن ثلاث مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر، ودي نقطة مهمة لأن تأمين امتحانات الثانوية العامة لحوالي 650 ألف طالب بيكلف الدولة حوالي 1 مليار جنيه مصري. شيء رابع كمان وهو مهم قالت فيه، أنه مفيش أي امكانية للمتاحة طبعا في امتحانات الثانوية العامة سنوات النقل، بالذات أن الدولة كل المبالغ الطائلة دي طبعا يعني هتتكبدها الدولة لعملية التأمين المحكمة للثانوية العامة. طيب، بالنسبة لامتحانات الثانوية التجريبية، أوضحت الوزارة في عدد من النقاط. رقم واحد، هذه هي البروفا الحقيقية واللي تعقد في شهري أبريل ويونيو بإذن الله، وهدف الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية وكمان تدريب الطلاب على شكل الامتحانات. وفي نقطة مهمة في الجزئية دي، أنه مش هيتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية ترشيدا أيضا للنفقات. سؤال تاني أيضا، إيه وضع الغش في امتحانات أولى وتانية ثانوي؟ وزارة التعليم أجابت النهاردة في هذا المنشور وأوضحت فيه، رقم واحد، إن امتحانات سنوات نقل للترم الأول نجاح ورسوب فقط بلا مجموع أو منافسة على الدرجات. رقم اتنين، إن الامتحانات دي هي امتحانات سنوات النقل قبل نظام التابلت، كانت بتتم على مستوى المدرسة مثلها مثل كل سنوات النقل. رقم 8-3 كمان، قالت الوزارة إن الهدف الحقيقي من الامتحانات الحالية على التابلت هو إتاحة المزيد من التدريب للطلاب على نظام الأسئلة الجديدة والتعلم من أجل الفهم الحقيقي، وكذلك الوقوف على نقاط القوة والضعف التحصيلي لكل طالب من خلال النتيجة التفصيلية التي سترسل إليه. رقم 4 كمان، الوزارة قالت إنها مش امتحانات تنافسية على درجات، لكنها اختبارات للمساعدة على التعلم، وقالت أنه بناء على ده ما فيش مكان هنا للحديث عن تكافؤ الفرص أو ضياع حق المجتهد، لأنها ليست تنافسية وبلا مجموع. رقم 5 كمان، الوزارة قالت من يتحايل ويغش هذه الامتحانات هو الخاسر الأوحد، لأنه اختار حرمان نفسه من فرصة التعلم والتدريب، وسوف يعاني لاحقا عند خوض امتحانات الثانوية العامة المؤمنة تماما ضد الغش بأنواعه. رقم 6، الوزارة كمان قالت إن الغالبية العظمى من الطلاب اللي بيعتمدوا على أنفسهم هم الرابحون من كل النواحي، لأنهم أدركوا الهدف ويستهدفون اكتساب المهارة اللي بتعدهم للثانوية العامة الجديدة. شيء أخير كمان أو رقم 7، شيء مهم أكدت عليه الوزارة وقالت إن الغش آفة مجتمعية مؤسفة ويحتاج علاجها الحقيقي لما هو أهم وأبقى من كاميرات المراقبة والجنود المدججين بالسلاح.
يحتاج إلى وعي مجتمعي عميق، ويحتاج مساعدة أولياء الأمور وتوجيه أبنائهم، ويحتاج توعية إعلامية وصحوة أخلاقية. قالت كمان، أكدت الوزارة في هذه النقطة أنه من الواضح أن الغش في هذه الامتحانات، امتحانات النقل على التابلت، هو اختيار من لا يريد التعلم. وأكد البيان أن اللي بيغش هيعاني منه لاحقا، وده ينتقص أبدا ممن ذاكر واجتهد وسعى إلى تعلم حقيقي. وعادة التأكيد على أن أساليب الغش وغيرها مش هتكون متاحة بأي حال من الأحوال في امتحانات الثانوية العامة، واللي بتضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه والتصحيح الإلكتروني بدون تدخل بشري، ضمانا للشفافية المطلقة. أخيرا طبعا بنتمنى التوفيق لكل طلابنا، وإن شاء الله يعدوا الامتحانات دي بكل نجاح، وإن شاء الله تدخل الثانوية العامة الحقيقية بقى، مش البروفة زي ما بيقولوا، وتعدي بأمان وتبقى أسهل مما يتوقعوا. بشكركم على طيب المتابعة، وانتظرونا في متابعات أخرى على مدار اليوم، وإلى اللقاء.